بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. بعد أن تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن نكاح الفضول، شرع الآن في الحديث عمن يملك تولي النكاح، أو هل يمكن لواحد أن يتولى طرفي النكاح، لأن النكاح عقد كسائر العقود، فلما كان عقد البيع لا يتولى طرفيه واحد، فقد يسبق إلى الأذهان أن النكاح لما كان عقدا كسائر العقود فنقول إذن لا يصح أن يتولى طرفي النكاح واحد كغيره. فالآن الشيخ أخرجنا من هذا، أو أجاب على هذا السؤال، فقال: ويتولى عندنا ومالك، يعني وعند الإمام مالك رحمه الله، طرفي النكاح، وهما الإيجاب والقبول، واحد غير فضولي. إذن قيد بغير الفضول، لأن الفضول سيأتي معنا بعد قليل أنه لا يتولى طرفي النكاح عند سيد أبي حنيفة والإمام محمد. قال: سواء كان ذلك الواحد وليا من الجانبين. كيف وليا من الجانبين؟ ذكر مثالا فقال: كمن زوج ابنه بنت ابنه الآخر، يعني هو جد صحيح، بقوله: زوجت فلانة زينب بنت ابني خالد فلانا، زوجت فلانا أحمد ابن ابني خالد من فلانة زينب بنت ابن محمد، بنت عمه، تمام. أو وكيلا من الجانبين، كمن وكله رجل بالتزويج بأن يزوجه امرأة، ووكلته امرأة به أيضا بأن يزوجها من رجل ما، فزوج أحدهما بالآخر، صح النكاح. قال له ليس من الضروري، قال: زوجني امرأة بأوصاف ما، أو أطلق له. أو وكيلا من جانب ووليا من جانب، وكيلا من جانب ووليا من جانب، كمن وكله رجل بأن يزوجه ابنته فزوجه بها. أنت عندك بنت، وكلك صديقك أن تزوجه إياها، فزوجته، فأنت وكيل من جانب وأصيل من ولي من جانب، أو أصيلا من جانب ووكيلا من جانب آخر، كمن وكلته امرأة بأن يزوجها من نفسه فزوجها. امرأة قالت لشخص: أنا، عرضت الزواج عليه، فقالت له: إن وافقت فزوجني من نفسك. فذهب فكر في يوم 2-3، أتى بالشهود وقال: لقد زوجت فلانة من نفسي، ويتم العقد. أو أصيلا من جانب ووليا من جانب، كمن زوج بنت عمه الصغيرة، هو وصي ولي عليها من نفسه، بنت عمه الصغيرة وهو ولي عليها، فزوجها من نفسه عند شهود، صح هذا النكاح. وإذا تولى
طرفيه فقال زوجت يتضمن الشطرين، يعني قال زوجت نفسي من فاطمة، يتضمن الإجابة والقبول، فلا يحتاج لأن يقول لقد زوجت نفسي من زينب وقبلت الزواج من نفسي، يعني عبر عن نفسه وعبر عن موكلته، لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج. قال وإذا تولى طرفيه طرفي النكاح فقال زوجت يتضمن الشطرين، فلا يحتاج فاعل يتضمن، ما هو قوله زوجت، قوله زوجت يتضمن الشطرين الإجابة والقبول، لذا قال فلا يحتاج إلى القبول. وقال زفر والشافعي لا يتولى واحد طرفي عقد النكاح كما لا يتولى طرفي عقد البيع. ولنا أن العاقد في النكاح سفير ومعبر، سفير ومعبر. ماذا يعني سفير ومعبر؟ ماذا يعني كلمة معبر؟ معبر يعني ينقل عبارة الآخر، هو سفير ينقل عبارة الآخر، إيه نعم، ويعبر نيابة عن المرسل، يعبر نيابة عن المرسل، لذلك لا تلحقه العهدة، عهدة ما يعبر عنه، كما يقال ناقد الكفر ليس بكافر، فلا يتحمل عهدة ما ينقله من كلام الآخرين. هذا الذي يعبر عما في نفسك، ألا يستطيع في نفس الوقت أن يعبر عن نفس ما في زيد، وعن نفس ما في عمر، وعن نفس ما في بكر؟ بلى، يملك ذلك، ويستطيع أن يعبر عن أكثر من شخص بآن واحد، بآن واحد. فيصلح إذن، يصلح لما قاله الآن العاقد في النكاح سفير ومعبر، فيصلح إذن في وقت واحد أن يكون معبرا عن طرفين، عن اثنين، فلان يكون سفيرا عن فلان، عن زيد وعن عمر بآن واحد، فيصح. قال ولنا أن العاقد في النكاح سفير ومعبر، ولهذا لا ترجع الحقوق إليه، أما الوكيل ترجع حقوق العقد إليه. فلما أنت أكلتك أنت بأن تشتري لي، أو أنت بأن تشتري لي جهاز، ما جوال نقال، فأنت عندما تشتري الجهاز البائع يطالبك أنت بالثمن، لا يطالبني أنا، ترجع حقوق العقد عليك أنت أيها الوكيل. أما في النكاح لا ترجع حقوق العقد على الناكح، على الموجب، على أو القابل، لا ترجع الحقوق عليه، إنما ترجع على المنتفع من هذا النكاح. قال ولهذا لا ترجع حقوق النكاح إليه، والواحد يصلح معبرا عن الجانبين، ولهذا لا يستغني، لا يستغني يعني هنا لا يستغني العاقد، لا يستغني العاقد في النكاح عن إضافة العقد إليه، لا يستغني العاقد عن إضافة عقد النكاح أو النكاح إلى الآمر. لا يقول زوجت زيدا، فإذا في النكاح متولي طرف النكاح لا يستغني عن إضافة العقد إلى من؟ إلى الآمر. أما في البيع لا يشترط أن يقول له اشتريت هذا الجهاز لموكلي زيد، يستغني عن إضافة العقد لغيره في التوكيل. نعم، لذلك كما قلنا قبل قليل ترجع الحقوق في الوكالة على إلى الموكل، على الوكيل، على الوكيل. قال ولذا لا يستغني عن إضافة العقد إليه، إلى من إليه هنا؟ إلى الآمر، إلى الآمر. ولا يملك، ولا يملك أن يضيف العقد إليه، ولو أضافه إليه لكان هو المتزوج. هنا الآمر الموكل، الآمر يعني، الآمر هو الموكل، تمام. ولذا لا يستغني يعني العاقد للنكاح عن إضافة
العقد إليه عن إضافة النكاح يعني إلى الآمر. قال: والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا. قال: والعاقد في البيع أصيل، والعاقد في البيع أصيل، ولذا ترجع حقوق البيع إليه حتى استغنى، يعني الوكيل أو العاقد استغنى عن إضافة العقد إليه. إلى من؟ إلى الآمر، إلى الموكل، إلى الآمر استغنى أن يضيف. لا يقول: اشتريت هذا الكتاب لزيد، يقول: اشتريت هذا الكتاب، بعني اشتريت، انتهى. قال: والواحد لا يصلح أن يكون أصيلا من الجانبين. ليه؟ قال: لتباين الحقوق المفضية إلى أحكام متضادة. يعني لما قلنا الوكيل في البيع ترجع الحقوق إليه، ترجع الحقوق إليه، بمعنى أنا اشتريت هذا الكتاب، قلت لك اشتريت، بعني هذا الكتاب فاشتريته، من حقوقي هذا العقد أن يطالبني البائع بالثمن، لا يطالب الموكل، يطالب الوكيل، يطالب الوكيل، هذا من الحقوق. من حقوق العقد إذا ظهر في الكتاب عيب أن يرجع إلى البائع بالخصومة، يخاصمه. فإذا كان قد تولى طرفي هذا العقد، هذا العقد واحد باع واشترى، هل يخاصم نفسه؟ هل يرفع قضية إلى القاضي ضد نفسه؟ لا يصح. فنقع إذن في الأمور المتضادة، في الأمور المتضادة. لذلك ماذا قال؟ قال: والواحد لا يصلح أن يكون أصيلا من الجانبين. لما؟ لتباين الحقوق المفضية إلى أحكام متضادة، بأن يكون الواحد لو تولى طرفي العقد في البيع مطالبا ومطالبا ومسلما ومسلما، يعني سلم الكتاب لنفسه واستلمه، طالب نفسه بالثمن وسلم نفسه الثمن، ومخاصما ومخاصما إذا ما كان هناك عيب في المبيع في السلعة، فلا يصح. ففارق الوكيل الرسول أو الوكيل السفيرة. إذن المتولي طرف النكاح، طرفي النكاح، هو سفير، هو رسول، هو معبر. أما في البيع هو وكيل، هو وكيل. يعني الوكالة في البيع وكالة، وكالة يعني محو، ولكن في النكاح هو مجرد معبر فقط. كما قلنا هو سفير ناقل للكلام، أنا أنقل كلام فلان، فلا أتحمل شيئا من عهدة هذا الكلام الذي أنا أنقل رغبة، أنقل رغبة فقط. ومن أدلتنا على جواز أن يتولى أن طرفي النكاح واحد قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. لا بد من تتمة هذه الآية، فانكحوا، لأن الشاهد عند قوله فانكحوا، فانكحوا ما طاب لكم. قال: أي في نكاح اليتامى. الخطاب هنا لمن؟ لأولياء اليتامى، لأولياء اليتامى. قال: فهو دليل على أن ماذا قال؟ فانكحوا، دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه، لأنه هو وليها وأمره أن يتزوجها، هو وليها وأمره أن يتزوجها. كيف هذا؟ فدل ذلك على أنه يمكن للواحد أن يتولى طرفي النكاح، لأنه هو ولي مأمور بأن يتزوج موليته أو وصيته، فلا يمكن أن يتزوجها وهو الولي وليها إلا إذا كان يملك أن يتولى طرفي النكاح. قال: فهو دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه. وكذا قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن
وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. تمام، هذه الآية. قال هذه الآية دليل لذلك. دليل ماذا قال؟ وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون أن تنكحوهن، كيف أرغب أن أنكحها، أملك أن أنكحها وهي وصيتي، أو أنا وصيها وأنا وليها؟ لولا أني أملك أن أتولى طرفي النكاح لما جاز ذلك، قال وفي الحديث أن شرط علي، الشرطة يعني العسس، أن شرط علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتوه بشيخ مع جارية، رجال كبير هرم مع بنت صغيرة، ماذا تفعل؟ فسأله عن قصتها فقال إنها ابنة عمي، وإني خشيت أنها إذا بلغت ترغب عني فتزوجتها. قال فقال خذ بيدي امرأتك، وقد روى البخاري عن البخاري أن عبد الرحمن ابن عوف قال لأمي حكيم، طبعا هذه لها خيار البلوغ، لأن من زوجها غير الأب والجد، يعني إذا بلغت وقالت أنا لا أريدك ليس له أن يجبرها. وقد روى البخاري أن عبد الرحمن ابن عوف قال لأمي حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك لي، حاط عينه عليها بالظاهر، قالت نعم، قال تزوجتك. انظر لهذا الأسلوب، فعقده بلفظ واحد. نعم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانة أفلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه وكان ممن شهد الحديبية. والآن متولي طرفي النكاح من؟ النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قيد بغير الفضولي، يعني الماتن رحمه الله، ما قال ويتولى طرفي النكاح واحد غير فضولي. لما قيد بغير الفضولي؟ قال لأن الفضولي لا يتولى طرفي النكاح عند أبي حنيفة ومحمد، وذكرت ذلك قبل قليل، سواء كان فضوليا من الجانبين، يعني فلان زيد يعرف زينب وزيد يعرف عمرا، فزوج زينب من عمرو، لا يصح، أو زيد يعرف زينب وبكر يعرف عمرو، فزيد كان زوج زينب لبكر عن طريق عمرو، يعني زيد أوجب عن زينب وبكر عمرو أوجب قبل عن بكر، كان فضوليا من الجانبين. قال سواء كان فضوليا من الجانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا، يعني من جانب آخر، أو وليا من جانب آخر، أو وكيلا من جانب آخر. وأما إذا كان العقد بفضولي، انتهى، لا كلام. وأما إذا كان العقد بفضوليين، فجائز عندنا، يعني صحيح، ولكن يتوقف على ماذا؟ على الإجازة، يتوقف على كما مر معنا في الدرس الماضي، عقد الفضولي موقوف. قلنا معنى موقوف أنه صحيح،
أنه صحيح، ولكن يتوقف على ماذا؟ يعني نفاذه يصبح لازما تترتب عليه أحكام النكاح بالإجازة. كذلك هنا، وأما إذا كان العقد بفضوليين فجائز عندنا ويكون موقوفا كما مر، بخلاف عقد الفضولي الواحد ولو بلفظين على ما ذكره بعض المحققين. من هذا المحققنا؟ كذلك الكمال ابن الهمام. ما وجدت الآن يعني أنه ذكر إلى الآن من الكتاب العناية كل ما مر معنا قال بعض المحققين هو الكمال، ترجع لفتح القدير إن لم تجد العبارة بحرفيتها يكون الشيخ نقلها يعني بغالب الحرفيات، يعني يكون قد عدل فيها قليلا. أظن إلى الآن صرح باسم الشيخ الكمال ابن الهمام مرة أو مرتين فقط، لم يصرح باسمه إلا مرات، مع أنا لا أذكر إلا مرتين أظن صرح باسمه. قال وكذا التزوج بغائبة، وكذا التزوج بغائبة لم يقبل عنها أحد غير صحيح. يعني قال أنت مثلا الآن قلت تزوجت فلانة بنت فلان التي هي في قريتك، ما يصح هذا، لم يقبل عنها أحد غير صحيح، لأن النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ، فكلام الواحد فيه يكون شطر العقد، وشطره لا يتوقف على ما وراء المجلس. فكلام الواحد فيه يكون شطر العقد، يعني نصف العقد، شطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس. لما؟ قال لأن التوقف يكون بعد تمام العقد، التوقف على ما وراء المجلس، على ما وراء المجلس يكون متى؟ بعد تمام العقد، والعقد هنا لم يتم، لأن من شرط تمامه وجود شطريه الإجاب والقبول، وهنا الإجاب والقبول لم يوجدا. أعيد العبارة، قال وكذا التزوج بغائبة لم يقبل عنها أحد غير صحيح. لما؟ لأن النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ، فكلام الواحد فيه يكون شطر العقد، يعني هو أوجد الآن شطر نصف العقد وهو الإيجاب، تزوجت فلانا، وشطره الشطر الثاني القبول لا يتوقف على ما وراء المجلس. ليه؟ لأن التوقف على ما وراء المجلس يكون بعد تمام العقد، والعقد هنا لم يتم. ليه؟ لأن من شرط تمام العقد وجود ركنيه شرطيه الإجاب والقبول. نعم، أو وجود شطريه ليس شرطيه، وجود شطريه الإجاب والقبول. قال كما في البيع، فالبيع يتوقف على ماذا؟ على القبول في المجلس، كالبيع. نعم، كما في البيع فإنه يتوقف على القبول في المجلس. قال بخلاف الطلاق والإعتاق بكذا، يعني بأن يقول الرجل طلقت فلانة بكذا، بألف درهم، بمئة درهم، أو أعتقت عبدي بكذا، فتقدير الكلام بخلاف الطلاق بكذا والإعتاق بكذا. إذن بخلاف الطلاق والإعتاق، فيكون هذا لما قال طلقت زوجتي بكذا أو أعتقت عبدي بكذا، يكون هذا يسمى ماذا؟ طلاق معلق، لأن زوجته إذا لم تقبل لا يقع الطلاق، فإذا قالت قبلت وقع الطلاق.
فكان ذلك متوقفا على ما وراء المجلس، على ما وراء المجلس. نعم، لأن التعليق هنا لما قال أعتقت فلانا بمئة درهم، هذا التعليق صحيح ولا غير صحيح؟ قال صحيح، التعليق بالشرط فاسد. إن جاء زيدون فأنت طالق، طلق أعتقت زيدا بألف، أعتقت عبدي زيدا بألف، فإن قال قبلت فهو التعليق العتقي بشرط كونه بألف، هذا تعليق بشرط، والتعليق بالشرط صحيح. أي نعم. لو قال طلقتك بألف درهم فقالت قبلت، وقع الطلاق وأجبرها القاضي على دفع الألف، هذا يسمى كالخلع، طلاق على مال، طلاق على مال. بخلاف النكاح لو قال زوجت فلانة، تزوجت أو زوجت فلانة، لا يمكن أن يجعل تعليقا، لا يصح، لا يمكن أن يجعل تعليقا. ليه؟ قال لأن النكاح لا يحتمل التعلق بالشرط، أن ما يصح أنت أن تقول زوجتك ابنتي إن جاء زيد من السفر، هذا ما يصح. هذا النكاح، النكاح لا يحتمل، لا غير قابل، غير قابل للتعليق بالشرط، فيصح النكاح ويلغو الشرط. فإذا قال زوجتك ابنتي إن جاء زيد فقلت أنت قبلت، صح النكاح وألغي الشرط. واضح أحبابنا؟ فالنكاح لا يصح أن يكون تعليقا. فلما قال زوجتك، فلما قال هذا قال تزوج الغائبة، تزوجت زينب الغائبة إن قبلت، تزوجتها إن قبلت، قال لا يصح هذا، ولم يقبل غيره، ولم يقبل، ولم يقبل شخص ما. إذن قال وكذا التزوج بغائبة لم يقبل عنها أحد غير صحيح، لأن النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ، فكلام الواحد فيه يكون شطر العقد، وشرطه لا يتوقف على ما وراء المجلس. لما قال لا يتوقف على ما وراء المجلس أراد أن يبين لك هنا بهذه العبارة أن النكاح لا يحتمل الشرط، كما لو قال، كما لو قال طلقت، كما لو قال طلقت زوجتي بألف، فلو قالت هي بعد ذلك بعد المجلس بلغها فقالت قبلت، وقع الطلاق. أما النكاح لا يقبل، لا يحتمل، لا يحتمل التعليق بالشرط. قال بخلاف الطلاق والإعتاق بكذا فإنه لا يحتمل الفسخ، يعني النكاح لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه أصلا. وقال أبو يوسف في قوله الأخير يتولى الفضولي طرفي النكاح، يتولى الفضولي طرفي النكاح ويكون موقوفا، ولو قالت امرأة لرجل زوجني، أو قالت زوجني من رجل فزوجها من نفسه، فالنكاح باطل عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه فضولي من جانبها، لأنه صار بالخطاب، أي وتمام، لأنه صار بالخطاب لما قال زوجني صار بالخطاب معرفة، فلا يدخل تحت النكرة التي هي قوله، قولها رجلا. فلما قالت زوجني صار معرفة، فلا يتناوله النكرة في قولها، يعني أخرجته مباشرة، خرج من الزواج.
لأنه صار بالخطاب معرفة، فلا يدخل تحت النكرة، يعني في قولها رجلا زوجني رجلا. والحاصل أنه يجوز النكاح عندنا وعند مالك بفضولي وأصيل موقوفا على إجازة من له تنفيذه، وأبطله الشافعي بناء على أصله. ما هو أصله؟ أن العقود لا تتوقف على الإجازة، فإذا كانت العقود لا تتوقف على الإجازة كان نكاح الفضولي باطلا، وعندنا تتوقف، وهي مسألة معروفة وقد ذكرت في أول البيوع، ذكرت في أول البيوع، والله تعالى أعلم. طبعا تعلمون أنتم أن الكلام عن البيوع متأخر، يعني كان ينبغي والله أعلم، يعني الشيخ هنا ينقل الكلام كذلك من كتاب آخر ليس بذهني الآن ما هو، فصاحب الكتاب ذكر هذا ولكنه قد ذكره في أول البيوع، فكان اللائق أن يقول سيذكر، سيذكر في أول البيوع، أو نقول لعل مراد الشيخ أن الفقهاء ذكروا هذه المسألة في أول باب البيوع، والله أعلم. قال: فصل في المهر وأحكامه. قال: أقل المهر، فصل في المهر وأحكامه. طبعا المهر هذا اسم من أسمائه، يطلق كذلك على المهر الصداق، ويسمى كذلك المهر بالنحلة، ويسمى كذلك بالصدقة، ويسمى كذلك بالعطية، له أسماء، له أظن أكثر من 7 أو 8 أسماء، ويسمى كذلك بالعقر، يسمى كذلك بالعقر، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. فما هو أقل المهر عندنا؟ قال: 10 دراهم، 10 دراهم أي وزنها، وهي 7 مثاقيل، 10 دراهم وزنها 7 مثاقيل. لماذا قال انتبه؟ قال 10 دراهم، قال أي وزنها، يعني ليس من الشرط أن تكون دراهم مضروبة، فلو أعطاك تبرا أو نقرة فضة وزنها 7 مثاقيل جاز ذلك، تسمى إيش هذا؟ أقل المهر. 10 دراهم أي وزنها من فضة مضروبة أو تبرها، يعني غير مضروبة، غير مضروبة، غير مسكوكة دراهم، أو ما يساوي وزن 10 دراهم من نقد أو متاع، من نقد آخر غير الفضة كالدنانير أو الفلوس أو غير ذلك، أو متاع ثياب طعام شراب إلى غير ذلك، ما يساوي 10 دراهم. قال محمد: في الأصل بلغنا أن أقل المهر 10 دراهم عن علي وعبد الله بن عمر وعامر وإبراهيم. وقال مالك في الموطأ: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من 1/4 دينار، وهو نصاب السرقة عنده 1/4 دينار. وقال الشافعي وأحمد: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، يعني لا حد لأقله، ويرجع ذلك إلى العرف، يرجع ذلك إلى العرف. لنا ما روى الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى من طرق إلا أنها ضعيفة، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا مهر أقل من 10 دراهم. وما روى الدارقطني ثم البيهقي في سننهما عن داود الأودي وعن الشعبي عن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم، ولا يكون المهر أقل من 10 دراهم، إلا أن ابن حبان ضعف الأودي، وأخرجه الدارقطني عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي فذكره، وجويبر ضعيف.
ورواه أيضا من طريق آخر عن الضحاك، ولكن في سنده محمد بن مروان أبو جعفر. قال الذهبي: لا يكاد يعرف، انتهى. ولا يخفى أن تعدد الطرق يرقى إلى مرتبة الحسن، وهو كاف في الحجية. وأما ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، وما في الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، على نعلين، وذلك أقل من 10 دراهم، والخاتم من حديد أقل من 10 دراهم. وما في سنن أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا هكذا أو تمرا فقد استحل، أي البضعة. لكن في سنده إسحاق بن جابر ابن جبريل. قال عبد الحق: لا يعول على ما أسنده. وقال الذهبي: إنه لا يعرف، وضعفه الأزدي. قال: فالكل، كل هذه الأحاديث الواردة التي ذكرها، محمول على المعجل، محمول على المعجل. لما؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قال: لأن العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول، حتى نقل عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة أنه لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئاً، لا يدخل بها، لا يصح، تمسكاً بمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علياً عن الدخول على فاطمة حتى يعطيها شيئاً. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال: أعطها درعك. فأعطاها درعه، أعطاها درعه، ثم دخل بها. الشيخنا لم يذكر من خرج هذا الحديث، ولكن الحديث هو في سنن أبي داود، في سنن، عندكم مخرج في كتابكم مخرج؟ أيوة، أنا نسختي غير مخرج الحديث، أبو داود. تمام، جيد. قال: أنت نسختك نسخة دار الأرقام. قال: فأعطاه درعه ثم دخل بها. ومعلوم أن الصداقة كان 400 درهم فضة، كان صداق السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن المختار الجواز قبله، يعني يجوز له أن يدخل بزوجته وإن لم يعطها شيئاً من المهر، لما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، فيحمل المنع المذكور على الندب، أي يندب تقديم شيء إدخالا للمسرة عليها وتألفا لقلبها. وإذا كان ذلك معهودا، وإذا كان ذلك معهودا، إيش يعني ذلك؟ تعجيل بعض المهر، تعجيل بعض المهر معهودا، وجب حمل ما خالف، وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه. المخالف هو حديث التمس خاتما ولو خاتما من حديد وغيره، هذا المخالف. ومروينا ما رواه شيخنا الشيخ علي رحمه الله هو قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا مهر أقل من 10 دراهم. قال: وإذا كان ذلك معهودا وجب
حمل ما خالف ما رويناه عليه، يعني على ما رويناه، على ما رويناه جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. أو نقول لا، عليه على كونه مندوبا، أحسن، عليه على كونه مندوبا. وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما خالف ما رويناه عليه، يعني على كون هذا التقديم ندبا مندوبا. ممكن أقرأ بالسمحات؟ الله يرضى عليك. أي على كونه مندوبا. نعم، على كون تقديم تعجيل بعض المهر مندوبا. جمعا بين الأحاديث. تفضل، في سؤال؟ قال: وكذا يحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالتماس خاتم من حديد على أنه تقديم شيء تألفا، ألا ترى أنه أمر ذلك الرجل بالتماس ما في يده، بالتماس ما في يده، والصداق يمكن إثباته في الذمة. فعرفنا أن المراد ما يعجل لها باليد، يعجل لها بالعطاء، نعطيه إياه. ولما عجز حتى عن الشيء الذي يملك باليد، الإنسان بيكون يده فيها خاتم حديد، لما عجز عنه قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. رواه أبو داود. قال: وهو محمل رواية أو رواية زوجتكها بما معك من القرآن، فإنه لا ينافيه، وبه تجتمع الرواية. هكذا أجاب بعض المحققين، والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات، بحقيقة الحالات. الشيخ نقل الكلام من قوله: فالكل محمول على المعجل، إلى قوله: والله تعالى أعلم بحقيقة الحالات. هذا الكلام حرفيا من كتاب فتح القدير، باستثناء قوله يعني فالكل محمول على المعجل، لأن هذه ليست من فتح القدير، وإنما غير فيها. أما الباقي كله حرفيا من فتح القدير. إيه نعم. قال: هكذا أجاب بعض المحققين. إيه نعم. لا لا لا، ليس حالة خاصة. يعني مثلا لو كده كده يعني يجاز الدخول على المرأة من غير دون أن يقدم شيئا. ما قال لك عندنا حديث أن المهر أقله 10 دراهم، وعندنا أحاديث تدل على أن المهر يصح أن يكون أقل من عشر دراهم، وعندنا حديث يدل على أن لا يجوز لها الدخول، لا يجوز أن يدخل زوجته إلا أن يعطيها مهر. ما هو الجمع بين هذه الحديث كلها؟ نقول الجمع بأن نقول أقل المهر 10 دراهم، هي واحد. 2، صار في عندنا حديثان آخران، أحدهما يقول يبين يدل على أن أقل المهر يصح أقل من 10 دراهم، وحديث آخر يدل على أنه يجب أن يعطيها شيئا قبل الدخول. فكان الذي يدل على أن المهر أقل من 10 دراهم كان محمولا على ما يدفع للمرأة قبل الدخول، فهو جزء من المهر وليس كل المهر. فكان الخاتم الملتمس كان جزءا من المهر. جاء بعد ذلك لما قال الحديث الذي يدل على منع الدخول قبل أن يعطيها شيئا من المهر، عارضه حديث آخر، وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها أدخلت رجل امرأة إلى زوجها قبل أن يعطيها شيئا، فدل على أن الأمر بالإعطاء قبل الدخول للندب. بذلك نكون قد جمعنا بين كل الأدلة.
لو أن رجلا تزوج امرأة على أقل من 10 دراهم، على 5 دراهم، صح النكاح وصح الزواج ولزمه 10 دراهم وليس مهر المثل. ليه؟ قال لأنها هي رضيت بأقل من مهر مثلها، ولكن الشرع رفع من قدرها فأوصلها إلى 10 دراهم. أما لو تزوجها بدون مهرين لزمه مهر المثل، لزمه مهر المثل. قلنا هذا محمول على الندب، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها إلا وقد نفعها بشيء، إلا وقد نفعها بشيء. وهذا لا يدل على أنه يجوز أن يتزوجها على أن يعلمها القرآن، لا يصح، ولكن أراد أن ألا يدخل عليها إلا بعد أن يتألفها، أن ينفعها، أن يقدم لها شيء. فما عنده شيء مادي، فقدم لها شيئا معنويا. تفضل. انتبه، إذا شرطت هذا بعد العقد لا، هذا لا يصح، هذه تؤدب شرعا، هذه تؤدب. أما قبل العقد فهذا حقها قبل العقد. وأنا أميل، أنا لو أني سئلت أنا أمنع أي زواج، لو كان الأمر بيدي أمنع أي زواج تماما إلا بعد أن يتعلم الزوج الزوجة أحكام النكاح كاملة. لو كان القرار بيدي أمنع أي زواج، أي شخص يتزوج وهو قبل إجراء امتحان بأحكام الزواج هو أمرته يعاقب. هل في ماليزيا هذا قانون مشروع، ولكن هذا قانون اجتماعي، ليس يعني ليس إلزاميا. قبل أن يتزوج، أنا كان في عندي طلاب ماليزيين بسوريا كثير كثير، عندهم دورات تثقيفية قبل الزواج، دورات تثقيفية. عندهم شيء عجيب جدا، أي شيء يريدون الإقدام عليه يعملون دورات تثقيفية، أي شيء جديد، أي شيء جديد يريدون فعله لابد أن نفعل دورة تثقيفية حول هذا الشيء. لذلك في الحج تجد الماليزيين أرقى شعوب الأرض في حجهم، أرقى شعوب الأرض. والله لما كانوا يأتون عندي للدروس في البيت، للدروس في عندي في البيت، أنا كنت أقول لهم يعني أنا أتمنى أن أجلس، أحب أن أجلس معكم لأتعلم من أدبكم. عندهم أدب متميز تماما، أدب متميز مع الغير وفيما بينهم، وفيما بينهم كذلك. فبالوقت الذي تقارن بينهم وبين غيرهم تجد فرقا واسعا، فرقا. طبعا هذا أمر ضروري جدا. فلذلك أنا لو كان الأمر بيدي أمنع أي زواج يكون بدون أن يتعلم الرجل أحكام الزواج، لأنه كثيرين أولئك الرجل يتزوج لا يعرف شيء من واجبات الزوجة، ولا تعرف هي شيء من واجبات الرجل، تحفظ فقط حقوق المرأة، والرجل شرعا غير مطالب بخدمة الزوجة، بخدمة الزوج هذا فقط، هو يحفظ فقط واضربوهن، غير هيك ما يعرف. ويعرف أي امرأة باتت وزوجها عليها غاضب عليها لعنة الله، غير هيك ما يعرف من الزواج. أما لو طلقها 100 مرة بقول لك الشيخ بيرجعها، الشيخ يعيدها، أي شيخ يعيدها وقد طلقتها 1000 مرة؟ فلذلك هذا الأمر خطير جدا الذي أخرجنا إلى هذا الكلام. قلنا إذن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها، أو سؤالك أنت ليس لها أن تمنعه من الدخول عليها بعد العقد بأي شرط كان، إلا إذا قالت أنا لا أسمح لك بالدخول إلا إذا أعطيتني معجل المهر. أن المهر عندنا كما قلنا هو الأصل مهر واحد، فإذا قسموه معجل ومؤخر لها أن تمنع نفسها ما لم تأخذ تقبض المعجل. فإذا قبضت، وسيأتي هذا مفصلا، إذا قبضت المعجل ليس لها أن تمنع نفسها من أجل المؤجل، يعني هي التي أسقطت حقها، وإن قال بعض الفقهاء لها كذلك أيضا. سيأتي تفصيل ذلك. قبل العقد لها أن تقول أنا لا أتزوجك حتى تترك عادة التدخين،
حتى تغير مهنتك، حتى تحج، حتى تحفظ القرآن، حتى تحفظ صحيح البخاري، حتى تحفظ صحيح الإمام، حتى تحفظ كتب الستة، لها أن تشرط له ما شاء، وهو له أن يقبل وله أن يرفض. هذا قبل عقد الزواج. نعم، تفضل يا أستاذ. عشر دراهم، سبع مثاقيل، وكل مثقال، كل مثقال في خلاف بين أربع خمس غرامات وأربع غرامات وفاصلة مكسور. المثقال وزن المثقال، إذا قلنا سبع حنعتبر نعتبر خمس مثاقيل، خمس غرامات، سبعة في خمسة 35، 35 غرام فضة. فوت على جوجل غرام الفضة بكم، اضربه يبين معك مقداره، يعني سهل الأمر تقريبا بحدود 35 غرام تقريبا، على أن في عندنا خلاف بين المثقال العراقي والمثقال العجمي، في عندنا مثقالان، يختلف التقدير باختلاف المثقالين. الفضة رخيص. نعم، الفضة رخيص، ماذا نفعل؟ يعني تقريبا تقريبا أنا وزعت عليكم مرة. نعم، ذهب فضة عشر دراهم مولانا، قلنا لك مولانا لا تظن، تقرأنا إن بعض الظن إثم. قال الشيخ أقل المهر عشر دراهم، ما قال عشر دنانير، لو كان عشر دنانير ما حد يزوج مولانا. الله. قال فتجب العشرة استحسانا، فتجب العشرة استحسانا إن سمى دونها. قال تزوجتك على خمس دراهم، قالت قبلت، أي أقل منها عينا، كأن يسمي خمس دراهم أو ست دراهم أو سبع دراهم، أو قيمة ثوبا، تزوجتك على هذا الثوب ومقدار ثمن هذا الثوب أربع دراهم، فيعطيها الثوب وستة دراهم فوقه. إيه؟ قال كثوب يساوي خمسة، كثوب يساوي خمسة إن دخل بها أو مات عنها. هنا عندنا سؤال ومسألة طويلة ذكرها الفقهاء، أنه لما قال تزوجها على ثوب وهذا الثوب يساوي خمسة، نعم، فقيمة هذا الثوب، قيمة هذا الثوب هل تعتبر وقت العقد أم وقت القبض؟ وقت القبض، جمهور ظاهر الرواية عندنا، ظاهر الرواية عندنا أن المعتبرة هو وقت العقد، وقت العقد. هذا الثوب وقت العقد كان ثمنه خمسة دراهم، الآن بعد سنتين ثلاثة أربعة عشرة أرادت أن تقبض هذا الثوب، ذهب ليشتري الثوب فإذا به مئة درهم، مئة درهم، هل يشتري الثوب بمئة درهم؟ قال لا، يعطيها قيمته خمس دراهم، المعتبر قيمته، كانت قيمته خمس دراهم، لما ذهب الآن ليشتريه ويعطيها، يريد أن يعطيها هذا الثوب ثمنه نصف درهم، يعطيها خمس دراهم، إذن قيمته وقت العقد ولا اعتبار ليوم القبض، لا اعتبار ليوم القبض. طبعا هذا مطلقا، هذا الكلام مطلق، يعني كما إنسان تزوج امرأة مثلا على فرض مثلا على عشر دراهم، وكان العشر دراهم تساوي أربع دنانير، أربع دنانير، وبعد عشرين ثلاثين سنة قالت له أعطيني مهري عشر دراهم، أعطاها عشر دراهم، قالت له لا، عشر دراهم الآن تساوي دينار، كانت تساوي خمس دنانير، هل يكمل له؟ قال لا، يعطيها عشر، يعطيها المسمى، يعطيها المسمى، تعلق حقك أنت بالمسمى وقيمته وقت العقد، وقت العقد لا غير. نعم، فإذا لذلك، لذلك الثيرات أنا أعرفهن عندنا في الشام، يكون العقد على الذهب، يكون العقد على الذهب. أنا زوجت ابنتي مثلا هكذا يقول له، زوجتها على مثلا 20 غرام ذهب، 100 غرام ذهب، وينتهي الأمر. نعم،
الذهب الذهب هو بتصاعد الى ان يعني في الذهب عندكم ليس على الجنيه؟ بالذهب ضابطين الامور تمام. واحد شيخنا اعطى 1 كيلو ذهب المهر. كيلو ذهب؟ كم كيلو ذهب؟ ليس كثير، 500,000 جنيه تقريبا. 1 كيلو ذهب. طيب الله قال ان دخل بها او مات عنها، واما ان طلقها قبل الدخول فلها 5، يعني لها المسمى، لها المسمى، واضح؟ لها المسمى. وقال زفار يجب مهر المثل إن دخل بها والمتعة إن طلقها قبله، يعني قبل الدخول، وهو القياس، لأن المسمى لما لم يصح صداقا شرعا صار النكاح كالخالي، هذا وجه القياس الآن، صار النكاح كالخالي عن التسمية، وفي الخالي عنها عن التسمية ماذا يجب؟ يجب مهر المثل أو بمنزلة ما لو سمى خمرا أو خنزيرا، لا تصح التسمية فيصار إلى مهر المثل، هذا وجه القياس. وأجيب بأن وجوب العشرة، بأن وجوب العشرة في تسمية دونها، في تسمية دونها، دون ماذا؟ دون العشرة، بأن وجوب ماذا أوجبنا العشرة لما سمى أقل من عشرة؟ لما؟ قال لحق الشرع، لحق الشرع. وقد وجد ما يدل على رضاها، رضا المرأة بها، يعني بأقل العشرة أو بأقل العشرة، بها بالعشرة. وقد وجد ما يدل على رضا المرأة بالعشرة، ما الذي دل على أن المرأة رضيت بالعشرة؟ أنها رضيت بأقل العشرة، فالتي رضيت أن يكون مهرها 5 دراهم رضيت أن يكون مهرها 10 دراهم من باب أولى. قال وهو رضاها بدونها، يعني بدون بأقل من العشرة، بخلاف الخالي عن التسمية فإنه يجب فيه مهر المثل. ليه؟ لعدم وجود ما يدل على رضا المرأة بأقل من 10 أو بالعشرة أو بغيره، لم يوجد ما يدل على رضاها بمقدار، فإذا لم يوجد ما يدل على رضاها نلجأ إلى مهر المثل. قال وإن سمى غيره، وإن سمى غيره، انتبهوا شو ماذا قال، فتجب العشرة إن سمى أقل من عشرة، وإن سمى غيره، يعني سمى غير أقل من العشرة، يعني أكثر من العشرة، وإن سمى غيره، غيره أي غير دون 10 دراهم، غير أقل من العشرة. ما هو غير أقل من العشرة؟ الأكثر من العشرة. الأكثر العبارة شكيك، يعني تقريبا فيها شيء من الركة. قال وإن سمى أكثر كان أريح، يعني وإن سمى، ولكن الفقهاء القدامى كانوا يحبون الإلغاز، لا سيما الشيخ في الكنز، سيأتي معنا إن شاء الله في الكنز تجدون كثيرا من الإلغاز يلغزها. مر معنا في الدرس الماضي لغز، وهو جحط، جيم وحاء والطاء، اي نعم، هذا لغز يعني فكه الشيوخ. قال وان سمى غيره اي غير دون 10 دراهم وهو 10 دراهم او اكثر، او اكثر منها، فالمسمى واجب، اي فيجب المسمى عند موت احدهما. عند موت، متى يجب المسمى؟ قال اولا عند موت احدهما، لأن النكاح يعقد للأبد، وبموت أحدهما تقرر ذلك، وبموت أحدهما تقرر ذلك، إيه نعم. والموت، ونص هذا على ذلك الفقهاء، الموت كالوطئ، ولكن ليس مطلقا، الموت كالوطئ
قال في حكم المهر والعدة فقط. الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. إيه نعم. قال وإن سمى غيره فالمسمى يعني فيجب المسمى عند موت أحدهما أو عند خلوة صحت. الآن الحديث عن الخلوة الصحيحة. الله أو عند خلوة صحت. قال ابن المنذر أحبابنا نقف هنا. أو عند خلوة صحت. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم صل على الضالين. آمين. يمكن أحبابنا حد يطفي الكاميرا، معلش. الله. قال لأنها هي رضيت بأقل من مهر مثلها، ولكن الشرع رفع من قدرها فأوصلها إلى 10 دراهم. أما لو تزوجها بدون مهرين لزمه مهر المثل، لزمه مهر المثل. قلنا هذا محمول على الندب، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها إلا وقد نفعها بشيء، إلا وقد نفعها بشيء. وهذا لا يدل على أنه يجوز أن يتزوجها على أن يعلمها القرآن، لا يصح. ولكن أراد أن ألا يدخل عليها إلا بعد أن يتألفها، أن ينفعها، أن يقدم لها شيء. فما عنده شيء مادي، فقدم لها شيئا معنويا. تفضل. في وقت النكاح زوجها هي تطلب من الزوج، انت لابد لازم تحفظ قران كامل شرط، وعندما تنتهي بعدين تدخل. ام انتبه، اذا شرطت هذا بعد العقد لا، هذا لا يصح. هذه تؤدب شرعا، هذه تؤدب. أما قبل العقد فهذا حقها قبل العقد. وأنا أميل، أنا لو أني سئلت أنا أمنع أي زواج، لو كان الأمر بيدي أمنع أي زواج تماما إلا بعد أن يتعلم الزوج الزوجة أحكام النكاح كاملة. لو كان القرار بيدي أمنع أي زواج، أي شخص يتزوج وهو قبل إجراء امتحان بأحكام الزواج هو أمره يعاقب. هل في ماليزيا هذا قانون مشروع؟ ولكن هذا قانون اجتماعي، ليس يعني ليس إلزاميا. قبل أن يتزوج، أنا كان في عندي طلاب ماليزيين بسوريا كثير كثير، عندهم دورات تثقيفية قبل الزواج، دورات تثقيفية. عندهم شيء عجيب جدا، أي شيء يريدون الإقدام عليه يعملون دورات تثقيفية. أي شيء جديد، أي شيء جديد يريدون فعله لابد أن نفعل دورة تثقيفية حول هذا الشيء. لذلك في الحج تجد الماليزيين أرقى شعوب الأرض في حجهم، أرقى شعوب الأرض. والله لما كانوا يأتون عندي للدروس في البيت، للدروس عندي في البيت، أنا كنت أقول لهم يعني أنا أتمنى أن أجلس، أحب أن أجلس معكم لأتعلم من أدبكم. عندهم أدب متميز تماما، أدب متميز مع الغير وفيما بينهم، وفيما بينهم كذلك. فبالوقت الذي تقارن بينهم وبين غيرهم تجد فرقا واسعا، فرقا. طبعا هذا أمر ضروري جدا. فلذلك أنا لو كان الأمر بيدي أمنع أي زواج يكون بدون أن يتعلم الرجل أحكام الزواج، لأنه كثير أولئك الرجل يتزوج لا يعرف شيء من واجبات الزوجة،
ولا تعرف هي شيء من واجبات الرجل، تحفظ فقط حقوق المرأة، والرجل شرعا غير مطالب بخدمة الزوج بخدمة الزوج، هذا فقط هو يحفظ فقط واضربوهن، غير هيك ما يعرف. ويعرف أي امرأة باتت وزوجها عليها غاضب عليها لعنة الله، غير هيك ما يعرف من الزواج. أما لو طلقها 100 مرة بيقول لك الشيخ بيرجعها، الشيخ يعيدها، أي شيخ يعيدها وقد طلقتها 1000 مرة؟ فلذلك هذا الأمر خطير جدا الذي أخرجنا إلى هذا الكلام. قلنا إذن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليها، أو سؤالك أنت ليس لها أن تمنعه من الدخول عليها بعد العقد بأي شرط كان، إلا إذا قالت أنا لا أسمح لك بالدخول إلا إذا أعطيتني معجل المهر، أن المهر عندنا كما قلنا هو الأصل مهر واحد، فإذا قسموه معجل ومؤخر لها أن تمنع نفسها ما لم تأخذ تقبيض المعجل. فإذا قبضت، وسيأتي هذا مفصلا، إذا قبضت المعجل ليس لها أن تمنع نفسها من أجل المؤجل، يعني هي التي أسقطت حقها، وإن قال بعض الفقهاء لها كذلك أيضا. سيأتي تفصيل ذلك. قبل العقد لها أن تقول أنا لا أتزوجك حتى تترك عادة التدخين، حتى تغير مهنتك، حتى تحج، حتى تحفظ القرآن، حتى تحفظ صحيح البخاري، حتى تحفظ صحيح الإمام، حتى تحفظ كتب الستة، هي لها أن تشرط له ما شاء، وهو له أن يقبل وله أن يرفض. هذا قبل عقد الزواج. نعم تفضل يا أستاذ. 10 دراهم 7 مثاقيل، وكل مثقال، كل مثقال في خلاف بين 4-5 غرامات و4 غرامات وفاصلة مكسور، المثقال وزن المثقال. إذا قلنا 7 نعتبر 5 مثاقيل 5 غرامات، 7 × 5 = 35 غرام فضة. فوت على جوجل غرام الفضة بكم، اضربه يبين معك مقداره، يعني سهل الأمر تقريبا بحدود 35 غرام تقريبا، على أنه في عندنا خلاف بين المثقال العراقي والمثقال العجمي، في عندنا مثقالان يختلف التقدير باختلاف المثقالين. الفضة رخيص. نعم الفضة رخيص، ماذا نفعل؟ يعني تقريبا أنا وزعت عليكم مرة. نعم ذهب فضة 10 دراهم مولانا، قلنا لك مولانا لا تظن، تقرأنا إن بعض الظن إثم. قال الشيخ أقل المهر 10 دراهم، ما قال 10 دنانير، لو كان 10 دنانير ما حد يزوج مولانا. الله. قال فتجب العشرة استحسانا، فتجب العشرة استحسانا إن سمى دونها. قال تزوجتك على 5 دراهم، قالت قبلت، أي أقل منها عينا، كأن يسمي 5 دراهم أو 6 دراهم أو 7 دراهم أو قيمة ثوبا، تزوجتك على هذا الثوب ومقدار ثمن هذا الثوب 4 دراهم، فيعطيها الثوب و6 دراهم فوقه. هنا قال كثوب يساوي 5، كثوب يساوي 5 إن دخل بها أو مات عنها. هنا عندنا سؤال ومسألة طويلة ذكرها الفقهاء، أنه لما قال تزوجها على ثوب وهذا الثوب يساوي 5، نعم، فقيمة هذا الثوب، قيمة هذا الثوب هل تعتبر وقت العقد أم وقت القبض؟ وقت القبض جمهور ظاهر الرواية عندنا، ظاهر الرواية عندنا أن المعتبرة هو وقت العقد، وقت العقد. هذا الثوب وقت العقد كان ثمنه 5 دراهم، الآن بعد 2-3-4 سنين أرادت أن تقبض هذا الثوب، ذهب ليشتري الثوب فإذا به 100 درهم، 100 درهم، هل يشتري الثوب ب100 درهم؟ قال لا، يعطيها قيمته 5 دراهم
المعتبر قيمته. كانت قيمته 5 دراهم، لما ذهب الآن ليشتريه ويعطيها، يريد أن يعطيها هذا الثوب ثمنه 0.5 درهم، يعطيها 5 دراهم. إذن قيمته وقت العقد ولا اعتبار ليوم القبض، لا اعتبار ليوم القبض. طبعا هذا مطلقا، هذا الكلام مطلق، يعني كما إنسان تزوج امرأة مثلا على فرض مثلا على 10 دراهم، وكان 10 دراهم تساوي 4 دنانير، 4 دنانير، وبعد 20-30 سنة قالت له أعطيني مهري 10 دراهم، أعطاها 10 دراهم، قالت له لا، 10 دراهم الآن تساوي دينار، كانت تساوي 5 دنانير، هل يكمل لها؟ قال لا، يعطيها 10، يعطيها المسمى، يعطيها المسمى، تعلق حقك أنت بالمسمى وقيمته وقت العقد، وقت العقد لا غير. نعم. فإذا لذلك الثيرات أنا أعرفهن عندنا في الشام، يكون العقد على الذهب، يكون العقد على الذهب. أنا زوجت ابنتي مثلا، هكذا يقول له، زوجتها على مثلا 20 غرام ذهب، 100 غرام ذهب، وينتهي الأمر. نعم. الذهب هو بتصاعد إلى أن يعني في الذهب عندكم ليس على الجنيه؟ بالذهب ضابطين الأمور تمام. واحد شيخنا أعطى 1 كيلو ذهب المهر. كيلو ذهب؟ كم كيلو ذهب؟ ليس كثير، 500,000 جنيه تقريبا. 1 كيلو ذهب. طيب الله. قال إن دخل بها أو مات عنها، وأما إن طلقها قبل الدخول فلها 5، يعني لها المسمى، لها المسمى، واضح؟ لها المسمى. وقال زفار يجب مهر المثل إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبله، يعني قبل الدخول، وهو القياس، لأن المسمى لما لم يصح صداقا شرعا صار النكاح كالخالي، هذا وجه القياس الآن، صار النكاح كالخالي عن التسمية، وفي الخالي عنها عن التسمية ماذا يجب؟ يجب مهر المثل أو بمنزلة ما لو سمى خمرا أو خنزيرا، لا تصح التسمية فيصار إلى مهر المثل. هذا وجه القياس. وأجيب بأن وجوب العشرة، في تسمية دونها دون ماذا؟ دون العشرة. بأن وجوب لماذا أوجبنا العشرة لما سمى أقل من 10؟ لما؟ قال لحق الشرع، لحق الشرع. وقد وجد ما يدل على رضا المرأة بها، يعني بأقل 10 أو أقل 10، وهو عفوا بها بالعشرة. وقد وجد ما يدل على رضا المرأة بالعشرة. ما الذي دل على أن المرأة رضيت بالعشرة؟ أنها رضيت بأقل 10، فالتي رضيت أن يكون مهرها 5 دراهم رضيت أن يكون مهرها 10 دراهم من باب أولى. قال وهو رضاها بدونها، يعني بدون بأقل من 10، بخلاف الخالي عن التسمية فإنه يجب فيه مهر المثل. ليه؟ لعدم وجود ما يدل على رضا المرأة بأقل من 10 أو بالعشرة أو بغيره، لم يوجد ما يدل على رضاها بمقدار، فإذا لم يوجد ما يدل على رضاها نلجأ إلى مهر المثل. قال وإن سمى غيره، انتبهوا شو ماذا قال، فتجب العشرة إن سمى أقل من 10، وإن سمى غيره، يعني سمى غير أقل من 10،
يعني أكثر من العشرة. وإن سمى غيره، غيره أي غير دون عشرة دراهم، غير أقل من العشرة. ما هو غير أقل من العشرة؟ الأكثر من العشرة. الأكثر العبارة شكيك، يعني تقريبا فيها شيء من الركة. قال وإن سمى أكثر كان أريح يعني. وإن سمى، ولكن الفقهاء القدامى هنا كانوا يحبون الإلغاز، لا سيما الشيخ في الكنز، سيأتي معنا إن شاء الله في الكنز تجدون كثيرا من الإلغاز يلغزها. مر معنا في الدرس الماضي لغز، وهو جحط جيم وحاء والطاء. إيه نعم، هذا لغز يعني، فسفكه الشيوخ. قال وإن سمى غيره أي غير دون عشرة دراهم، وهو عشرة دراهم أو أكثر، أو أكثر منها، فالمسمى واجب، أي فيجب المسمى عند موت أحدهما. عند موت، متى يجب المسمى؟ قال أولا عند موت أحدهما، لأن النكاح يعقد للأبد، وبموت أحدهما تقرر ذلك، وبموت أحدهما تقرر ذلك. إيه نعم. والموت، ونص هذا على ذلك الفقهاء، الموت كالوطء، ولكن ليس مطلقان. الموت كالوطء، قال في حكم المهر والعدة فقط. الموت كالوطء في حكم المهر والعدة لا غير. إيه نعم. قال وإن سمى غيره فالمسمى، يعني فيجب المسمى عند موت أحدهما أو عند خلوة صحت. الآن الحديث عن الخلوة الصحيحة. الله، أو عند خلوة صحت. قال ابن المنذر، أحبابنا نقف هنا، أو عند خلوة صحت. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، آمين. يمكن احبابنا حديث في الكاميرا، معلش الشيخ. الله.